في إطار تطبيق البرنامج السنوي للنشاطات الثقافية والرياضية المصدر من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتباعاً لتعليمات المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بخصوص تفعيل الرياضة النسوية، نظمت مديرية الخدمات الجامعية العفرون البطولة الوطنية الخامسة لكرة القدم إناث بالفترة الممتدة من 14 إلى 17 من ديسمبر بالإقامة الجامعية 2 بالعفرون بمشاركة 24 مؤسسة بداغوجية وخدماتية، بداية في هذه القاعة المتواجدة في إقامة جامعية العفرون الثانية. ورحب بكل الفرق المتواجدة والمشاركة في هذه الدورة. أين أشرف على هذه الأخيرة ممثل جامعة البوليدة 2 وممثل جامعة البوليدة 1، كذلك مدير الخدمات الجامعية بالعفرون، حيث شارك أكثر من 10 جامعات من مختلف ولايات الوطن، وافتتحت البطولة بمباراة بين فريقي جامعة الجزائر وسط وجامعة البوليدة 2. نحن اليوم باستضافة البوليدة 2 في دورة كرة القدم للنساء. كان الاستقبال في المستوى والافتتاح أيضا كان في المستوى، ولاية قسنطينة إن شاء الله فيها ربح إن شاء الله. إن شاء الله تكون منافسة كما عودتنا دائما العفرون، إن شاء الله مزيد من النجاح وإن شاء الله ندعو إحنا يا لا لا لا. وصل العدد الفرق المشاركة 24 فريق، منهم فريقين من البوليدة، في البوليدة 1 والبوليدة 2، والولايات الأخرى ممثلة على المستوى الوطني. بذلنا كل مجهودات وكل الناس شارك لتنظيم هذه الدورة وإنجاحها، ونتمنى التوفيق والنجاح لكل المشاركين، وشكرا.